هذا الختم خاتم النبوة له معنيان. المعنى الأول إخبار أنه صلى الله عليه وسلم لن يأتي أحد من بعده من الأنبياء وراءه، فبه ختم الله النبوات وأتم الله به الرسالات، كما قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والأمر الثاني يروى عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره في الآثار أن عيسى بن مريم سأل ربه: كيف يتسلط الشيطان على ابن آدم؟ فأخبره الله وأوحى الله إليه أن الشيطان يأتي من خلف بني آدم من جهة كتفه الأيسر أقرب إلى ثمرة القلب. القلب كما يقول الأطباء مثل الكمثرى، فيأتي من جهة الغضروف الأيسر ويمكث ويوسوس هناك، فإذا العبد ذكر الله عز وجل خنس. فوجود هذا الخاتم سد لهذا الباب، فهو عليه الصلاة والسلام لا يتسلط عليه الشيطان لا حسا ولا معنى، لا يتسلط عليه الشيطان لا حسا ولا معنى، فهو الذي ينزل عليه الوحي وهو المؤيد بالملائكة وبجبريل خاصة، فهو وليه من الملائكة. فهذا ما يتعلق بخاتم النبوة وما يكون منه. طيب.